اعطيها او لا. وبالنسبه لمجتمعهم راح ننزل بحملات توعيه وندوات تثقيفيه وورش عمل للتعريف اكثر بمظاهرها وشنو الاثار السلبيه اللي تاثر على ابنائنا. شكرا لكم. نعرف من المواد المخدره مثلا؟ عاده الاجهزه الامنيه من ضروري يعني ارفع اللحام يعني شنو؟ يعني عاده الاجهزه الامنيه ضروري من يطلع تفتيش يعرف الاجهزه. يعني انا طلعت بوحده المداهمات دزوا علي باعتبار معاون صيدلي فطلعت بوحده المداهمات على احد الاوكار عايزه من شيء لابس فن زي قطون نعم واضح. الاجهزه طلعنا على المكان كشفنا الادويه الموجوده نعم بس ما يعرفوها ما شنو فهو ما ممكن يعني ياخذ كل اللي موجود. يعني قصدك مختص يطلع مختص او نسوي توعيه للشرطه. توعيه للشرطه اكيد قلت لك انا هدفنا حيكون الشرطه. يعني عاده يجي الصيدلي يعني يجي مثلا مرات يعاصر الصيدلي. ذيك مره اجاني واحد الصيدلية بالليل يا باريد شو اسمه؟ راح نعرفه بالاسم يقول حبايه 01 حب سموه 01 دعم يستعملون المهربين حتى ما ينامون. نعم. هذا يمنع النوم. نعم. فيجي يسال عليها اذا انا ما اعرف شنو اسمها. زين. راح ممكن اصرف الهياب اكبر يعني حبكم شو الحب بجيبه. يعرف هذا ما راح يصير ترويج. يعني عندي ثقه بعناصر امنيه. لا يصير ترويج. اوكي. اذا انا وعيت مو عنصر الامن اذا وعيت المجتمع. المجتمع ما راح اعطيه الاسماء، احنا عندنا عباره يعني هو هذا اللي قصدي الاخلاقيه يقول دائما خاطبوا الناس على قدر عقولهم. هو هذا اللي قصدي المجتمع لا نعاني شلون نقول ننزل الى مستوى الاضرار بشكل عام انه من يطوف هذا 24 ساعه نايم او هذا مثلا يكون عصبي او مشنش في اوقات ومرتاح في اوقات فانت هذا لازم تراقب. اكو فد علامات واعراض مضطهدة اللي تشمل انه انتم سمعتوا او شفتوا هذول اللي يتحكمون بالمخدرات او غيرها شنو اللي اتخذتوا؟ رحتوا مركز شرطه منكم؟ هذا فعلك اسمح لي رحتوا مركز شرطه منكم زين انتم كمجموعه غير يتم تقسيم الادوار المجموعه انه الى واحد يديرها الثاني يبلغ ثالث انه يوثق رابع انه يتابع قوى تحركات هذه المجموعه ليش ثبتوا انه انطلقت مركز الشرطه؟ اسمح لي انا بالبدايه ايش قلت؟ قلت احنا كنا فريق طالعين في عمل تطوعي فانا من اروح ابلغ الفريق كله يتجي حتى ما انا اكون واحد منهم. يتجه وين؟ يتجه وين؟ رحنا لقياده العمليات اللي هي السلطه الاعلى. احنا كل احنا شنو طالع حتى اثبت وابرر نفسي انه انا شنو طالع بعمل تطوعي ما طالع وحدي. وانا ايش قلت؟ قلت احنا شنو طالعين كل احنا فالطالعين كل احنا نتجه لقياده العمليات حتى اثبت انه احنا كنا في حمله. نشكر مجموعه ساس على هاي الجهود والتعب حقيقه.